فلاح ولا توفيق ولا نجاح في هذه الحياة الدنيا إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى، فألزمها عليك صباح مساء: اهدنا الصراط المستقيم. إن صراط الله عز وجل المستقيم الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ينصب يوم القيامة، فيمر عليه المسلمون على اختلاف أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، إن له مثالا في الأرض. إنه صراط الله المستقيم في الأرض، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه شرع الله عز وجل. فمن التزم صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا كان حريا به أن يوفق أن يسلك صراط الله المستقيم في الآخرة، فيسلكه كمر البرق أو ما هو أسرع من ذلك. إن هذا الطريق الذي نمشي فيه جميعا مثله كأي طريق، فيه من الصعوبات وفيه صراط الله المستقيم. لابد للإنسان أن يكون على حذر وأن يكون على وجل وأن يكون دائما يتلمس هاديا خريتا، ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ما توفي إلا وقد بين لنا كل ما يقربنا إلى الجنة حتى نسعى لها، وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل ما يقربنا من النار حتى نسعى لنخلص أنفسنا ويعني نهرب من هذه النار ومن مكائد الشيطان. يكفي أن الله عز وجل قد قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور من الله سبحانه وتعالى، إنما هو شرعه، إنما هو وحي نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا نحن اجتمعنا هنا في هذا البيت، ولهذا نحن نتواصى كما وصى الله عز وجل وكما بين الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن القلوب لتبلى وتصدأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تبلى وتصدأ. تبلى وتصدأ لأنها تعاشر الدنيا، ولأنها يعني تختلط بأنفاس العباد، ولأنها في غفلة وفي كتح وفي مشقة وفي سعي دائم في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث آخر: تحترقون تحترقون فإذا جاءت الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا جاءت العشاء غسلتها. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم قلبا خاليا من ذكر الله عز وجل، قلبا في شوق وفي نهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، قلبا لاهيا سادرا في غيه في هذه الحياة الدنيا، كقلب محترق، كقلب بال، كقطعة ثوب بالية مرت عليها الأزمان ومرت عليها السنون، فغفلت عن ذكر ربها سبحانه وتعالى، فحجبت عن هذا النور. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدواء كما بيّن الداء، فلما قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون، قال: فإذا جاءت الصبح غسلتها والعصر والظهر قبلها والمغرب والعشاء. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام كما بيّن: إن القلوب لتصدأ، قال: وجلاؤها ذكر الله سبحانه وتعالى، وجلاؤها هذا النور الذي كما قال الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قلنا إن السالك في طريق الله المستقيم إنما يحتاج هاديا خريتا يدله على الطريق ويبين له مواطن الاجتهاد، كي يكون منها على يعني انتباه وعلى اهتمام، فيسعى ويشمر.
وأول هذه المواطن، أول ما يبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول ما يحتاج السائر إلى الله سبحانه وتعالى المتلمس صراط الله عز وجل المستقيم، إنما هو معرفة فضائل الأزمان ومعرفة تفاوت هذه الأوقات عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كما أنه فضل بعض الرسل على بعض، فقد فضل بعض الأيام على بعض، فقد فضل بعض الشهور أيضا على بعض. ولابد للعبد أن يكون منها على علم وعلى بينة، فيشمر ويسعى ويجتهد كي يحصل من الأجور، كما صح في الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من ربه سبحانه وتعالى فلا يشقى بعدها أبدا. نفحات في أيام مباركات يتلمسها العبد في سيره وفي سلوكه إلى صراط الله المستقيم. إن الله عز وجل لما يعني أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الملك، قال فيها عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل يكون أولا باستثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فترى صلاة ليست كصلاة، فترى صياما ليس كصيام، فترى قراءة قرآن ليست كقراءة قرآن، فترى العبد يسير إلى الله عز وجل بشوق، ويسير إلى الله عز وجل بمودة، ويسير إلى الله عز وجل وهو يستحضر ما عند الله سبحانه وتعالى من الكرامات ومن البركات. ولهذا تسمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه سبحانه وتعالى: وأسألك الشوق إلى لقائك. شوق إلى الله سبحانه وتعالى يجعلك تدخل في الصلاة فلا تريد أن تخرج منها، شوق إلى الله سبحانه وتعالى يجعلك تستلذ الصعاب في مرضات الله عز وجل، شوق إلى الله سبحانه وتعالى يحركك ويدفعك دفعا إلى أن تلزم نفسك بما لم يلزمك به الله سبحانه وتعالى، يدفعك إلى التشمير إلى المسارعة في مرضات الله سبحانه وتعالى. وهكذا كما أمر الله سبحانه وتعالى: وسارعوا وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاستثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي سبيلك إلى سلوك هذا الصراط المستقيم، إلى الالتزام بهذا الصراط المستقيم، إلى التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، إلى أن تكون قرة عينك في العبادات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فشتان بين عبد يعني إذا اهتم وإذا وقع في كرب أو في بأس أو في شدة هرع إلى الصلاة فنجى ربه سبحانه وتعالى، وشتان بين هذا وبين من يعني يضجر ويجزع ويعني يفزع إذا تأخر المؤذن عن إقامة الصلاة بعضا من الوقت. هم درجات عند الله، ولا يستوي سائر إلى الله سبحانه وتعالى متعبد ربه سبحانه وتعالى بعبادة إلف وعبادة عادة وبعبادة لا يستشعر فيها طعما، فهي عبادة سمجة، عبادة لا روح فيها، عبادة يؤديها كما يؤديها الناس بغير روح وبغير يعني لهفة وبغير طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردت استثارة شوقك فاسمع لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يسألهم ربهم سبحانه وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون لربهم عز وجل: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعذنا من النار؟ يعني أي شيء بعد هذا؟ وأي نعيم وأي كرامة بعد ما كنا فيه؟ فيقول أو فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عنه سبحانه وتعالى: فما أعطوا شيئا في الجنة أحب إليهم من رؤية وجه ربهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. استثارة الشوق
إلى الله سبحانه وتعالى بتدبر كلام الله عز وجل، بأن يسمع العبد كلام الله سبحانه وتعالى وكأنما يظن أن المخاطب به إنما هو شخصيا وليس واحدا غيره من الناس. تنزل الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له؟ فيسمع أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى القرض؟ فيقول: نعم يا أبا الدحداح. فيقول: يا رسول الله ابسط يدك. فيبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه فيقول: يا رسول الله إني أشهدك وأشهد الله أني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. إنما سمع الآية فنزلت في قلبه فوقعت فيه موقعا، كأن الله عز وجل يخاطبه هو شخصيا. وفي رواية أنه لما عاد إلى الحائط، إلى هذا البستان، إلى هذه الحديقة، قال لامرأته: اخرجي. يعني أخرجت ما في جيب أولادها من التمر، فقالت: إنه لله عز وجل. وامتثلت هذه المرأة الصالحة كذلك. إن كثيرا من الناس يعني قد يسرد لك في الساعات الطوال عفو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصفح النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الإحسان وفضائل الكرم وفضائل المسارعة وفضائل وفضائل وفضائل، فإذا رجع إلى بيته وجدته قاطعا لرحمه، فإذا رجع إلى بيته ربما وجدته مضيعا لقوته وقوت عياله، وجدته ممسكا عليهم. إنه اختلاف بين القول وبين العمل، إنه عدم تطبيق للآيات، إنه مجرد سرد لهذه الآيات بغير عمل بها. فمن الوسائل التي تعين العبد على استثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى تدبر كلام الله سبحانه وتعالى وكأنك أنت المخاطب به. ولهذا ترى كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حتى في مجرد استعدادهم للصلاة ترى الرجل منهم وجهه يصفر وهو يتوضأ، فإذا سئل في ذلك قيل: أو تدرون بين يدي من سأقف؟ هذا الرجل استشعر أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في صلاة فيناجي ربه عز وجل، فاستعد واستشعر هذه المنة وهذه الكرامة وهذه البركة، فقدر هذا الموقف حق قدره، فرؤي الخشوع قبل أن يدخل إلى الصلاة، فرؤي الخشوع في سكونه، فرؤي الخشوع في تدبره، فرؤي الخشوع في استشعاره حتى في مشيه إلى الصلاة. استثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، تدبر كلام الله عز وجل، التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. كم من النعم أسبغ الله سبحانه وتعالى بها علينا ظاهرة وباطنة، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وآتاكم من كل ما سألتموه. وكثير من يعني الآيات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها نعمه على عباده، إنما يذكرها لكي تكون منها على بال، لكي تتفكر فيها، لكي تشكر هذا المنعم. فكلما استشعر العبد النعم التي يسبغها الله سبحانه وتعالى عليه كان ذلك أدعى لشكر هذه النعم، وأدعى إلى يعني الاجتهاد والتشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل هذه البركات وكل هذه المنة لا تكون إلا من أقوام يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، لا تكون إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كل هذا لا يكون إلا بتلمس هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتدبر في كلام الله عز وجل، ومراجعة أقوال أهل العلم وتلمس هديهم، والتفقد في سير الصالحين وفي سير أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كان الواحد منهم يكاد يموت غما وحزنا وهما إذا سمع أن رجلا واحدا يعني بلغه أنه فاقه في العبادة وأنه سبقه إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب محمد ومن تبعهم بإحسان يتنافسون في الآخرة ويتنافسون في مرضات الله عز وجل، ويكاد الواحد منهم كما قلنا يموت غما وهما إذا علم أن هناك من يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى. رابع العوامل أو منها من عوامل استثارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى مقارنة حال العبد
بينه وبين نفسه، ومقارنة مدى حبه للدنيا ومدى حبه للآخرة ومدى معاملته ربه سبحانه وتعالى. ولو أن الناس يتطهرون أو يطهرون قلوبهم كما أنهم يطهرون أبدانهم لما دخل النار أحد. لو أن أحدنا اهتم بنظافة قلبه من أمراض الكبر والغل والعجب والحسد والغرور والطمع والحرص على الدنيا، لو أن أحدنا اهتم بطهارة القلوب من هذه الأمراض كما أنه يهتم بطهارة ثوبه وبنظافة ثوبه لما دخل النار أحد. إذا أراد العبد أن يعرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة في قلبه فلينظر إلى غضبه وإلى همه وإلى حزنه حين يفوت أمر من أمور الدنيا، ثم يقارن هذا الحزن بحاله حينما يفوت أمر من أمور الآخرة. إذا عاد العبد إلى بيته متعبا من عمله جائعا ينتظر الطعام فلم يجد الطعام، انظر كيف حال هذا الرجل وغضبه من أهله وزوجته، وقارن بين حال هذا الرجل الذي غضب لتأخر الطعام والشراب عنه مع حاله إذا علم أن امرأته لم تصلي الفجر أو لم تصلي الصلاة التي كانت في وقتها. انظر إلى حال العبد حينما يموت غما وهما إذا ضاع منه 1000 أو 2000 أو 100 أو 3000 أو غير ذلك من الأموال. إني أعلم رجلا مات غما على صفقة فاتته في مشروع وفي تجارة وفي غير ذلك. فهل تعلم رجلا مات غما على فوات صلاة الفجر، أو مات غما وحزنا على فوات تكبيرة الإحرام أو غير ذلك؟ إنها مقارنات لابد أن يحاسب العبد بها نفسه، وأن ينظر إلى تصرفاته في هذه الحياة الدنيا كما قيل وكما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وهكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه من بعده. إنه طريق نسأل الله عز وجل أن يثبتنا فيه، وأن يقبضنا على ما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يبارك لنا. وأعتذر عن الإطالة في الكلام، وإن شاء الله هذه كلمة لفضيلة الشيخ سامح تأتي الآن بإذن الله أو بعد قليل إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الليالي واللحظات التي نعيشها هي في الحقيقة نوع من المجاهدة حين تزداد الغفلة ويعظم الفتور وينصرف الناس عن قلوبهم ويضيع القلب ويتشتت في أودية الدنيا، ويصبح هم الرجل أن يوفي سعيه على معاشه والنظر فيما يصلح دنياه، ويثقل عليه أن يستجيب لليلة كهذه مع حاجة الواحد منا إلى أن يجدد إيمانه وأن يعالج توبته. هذه أزمة أمة. لو دعي الناس إلى مباراة للكرة أو إلى حفل لبعض الفساق المجنين من المطربين والمطربات ونحوهم لا تكاثر الناس ودفعوا من أموالهم وحجزوا الصفوف الأولى لكي يروا وجه مومس من المومسات، أو لكي يأنسوا بسماع مجون من أنواع المجون. هذه أزمة الأمة، أمة أصبحت لاهية عابثة بعيدة عن الجد، بعيدة عن النظر فيما يصلح دينها ويقيم أودها في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأزمة تعظم إذا قل المعين وقل الناصح وازدادت تعقيدات الدنيا. ولهذا من يوفق إلى الإجابة إلى مثل هذه المجامع فقد استفاد وقد انتفع، وهو حجة على غيره.
وحين أحضر إلى يعني مجلس كهذا حسبي أن أحتسب أنني المستفيد، ما جئت مفيدا وما جئت واعظا وما جئت ناصحا وما جئت معلما، وإنما يجاهد الإنسان نفسه حتى يلقي بها في مثل هذه الإشراقات، فهو المستفيد وهو المنتفع. وفي كلام الله عز وجل أعظم موعظة، لسنا بحاجة إلى كلام كثير، كلمة بعد كلمة وموعظة بعد موعظة. لو صفت الأقدام وصفت القلوب وأقبلت الروح على ربها سبحانه وتعالى ولم يحل بين ذلك كلام أحد من الناس، نترك كلام الله سبحانه وتعالى ونسعى إلى كلام فلان وفلان، لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه المعاني التي ينبغي أن نتواصى بها، وإلا فنحن جميعا في أزمة، نوشك أن نصبح في خصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرناه حتى في مجرد التلاوة. نهيك عن التدبر والاعتبار، نهيك عن العمل والتأسي، نهيك عن التحكيم والتشريع، هذا كله يعني مقامات من النزول ودركات ما كان ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تصل إليها. لذلك حين ندعى إلى يوم كهذا فينبغي أن يكون كل منا لا يرى إلا أن يصلح قلبه وأن يسعى في فكاك رقبته من النار، لا يرى نفسه إلا مستفيدا منتفعا، وإلا ما البديل؟ أن يبقى أحدنا في هذه الساعة في بيته، ربما كان مشغولا بيعني لهو أو لعب أو لغو أو تضييع، وربما كان النوم من أحسن ما يفعل في هذه اللحظات إذا كان في مقابله لغو أو عبث أو لعب أو نحو ذلك. ولم تعد القلوب هي القلوب، والعجب أننا على أعتاب رمضان، ولا يصح أن نفاجأ برمضان والقلوب لما تتجهز بعد. إنما جعل الله عز وجل شعبان ورجب مقدمات لرمضان، لهذا يشرع الصوم والإكثار منه، ويشرع خاصة في شعبان، ويشرع الاجتهاد في يعني مراجعة القرآن، شعبان شهر القراء، ويشرع الاجتهاد عموما في الأشهر الحرم ومنها شهر رجب. أنت عينك على هذا المعنى، تريد أن تصل إلى اللياقة الإيمانية التي لا تجعلك في حرج إذا يعني حزت منة الله عز وجل بقدوم رمضان. فالغنم بالغرم، هذا غنم عظيم، وحق النعم أن تشكر. ليست قلوبنا هذه هي القلوب التي تقبل على رمضان. وأنا أخشى والله لولا يعني رحمة الله عز وجل وحلمه وإحسانه، هذه القلوب يعني ما يدريك أنها ستبقى، قد يفتلت أحدنا في يعني ما بقي من رجب أو شعبان ولا يدرك رمضان. هل معنى صك أننا من أهل رمضان؟ ما أكثر من يموت الآن. وأنا خارج المسجد جاءني رجل وقال: أريد الشيخ فلان عندنا يعني حالة وفاة الآن. قلت له: بعد ساعة حتى ينتهي تعال إليه في المسجد. قد يكون هذا الشخص هو أنا أو أنت، إن لم يكن اليوم فغدا في بقية يعني رجب أو في شعبان. إذن هذه صفقة مع الله عز وجل، ونحن إن لم نحسن نخشى والله أن نسلب هذه النعمة. لذلك هذا الأداء الضعيف، سواء ممن لم يحضر أو ممن حضر ويعني يتجشم ما لا يليق به. سمعت أن بعض إخواننا متردد في الصلاة، يقول يعني ما شأن الصلاة الآن وما شأن الاجتماع على الصلاة، ونحن لو سألناه قل لنا أنت ما الشأن لما عرف أن يجيب. ومسائل العلم إنما يتكلم فيها العلماء، إما أن تتكلم بيعني جواز الأمر أو بعدم جوازه، ولا يتكلم إلا المتثبت، ولا يتكلم إلا الذي يراجع كلام أهل العلم، ليس مجرد أنه سمع فتوى من هنا أو هناك، وليس بمجرد أنه شك في شأن نفسه يتوقف ويفتي. أمر الفتوى عظيم، لأننا من غير كلام والقلوب يعني مدبرة
والروح ضعيفة، فإذا سمع الإنسان شيئا من هذا ربما يقول كما قال صاحبهم بركة جامع، يعني إذا كان كمان الصلاة اللي احنا كنا رايحين نصليها سيقول بعض الناس انه ليس فيها يعني او فيها كلام، يبقى الحمد لله احنا من الاول مش عايزين نصلي. هذا المعنى يعني معنى رديء. عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم على جواز الاجتماع لصلاة النافلة، الامر فيه سعة والحمد لله. وقد قال يعني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم انما اريد ان اتخذ يعني مسجدا في بيتي، فتعال يا رسول الله حتى تصلي في هذا المكان، رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الغرض وقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال ها هنا يا رسول الله. قال فصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اليتيم وأنس معه والعجوز من خلفهم، وقام صلاة جماعة مع أن المقصود فقط يعني عين لنا مكان نصلي فيه، فصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. وربما ذهب ابن عباس ليبيت عند خالته ميمونة لا لشيء إلا ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف حاله، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم جماعة. والأمر في هذا واسع، وإنما الذي ورد من النهي التداعي المخصوص كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو تخصيص يومها بالصيام، هذا الذي ينهى. أما أن نقول يعني نجتمع يعني في بعض الليالي وبعض الأوقات ثم نحن نجتمع لكي نتواصى ونتدبر شؤوننا ونسمع الموعظة وننظر في دعوتنا وفي أحوالنا وقلوبنا ويتخلل هذا الصلاة، الأمر واسع أوسع من السعة. فما بال أقوام يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم. كل أخ لمجرد أنه قرأ كلمة ولا كلمتين ولا سمع فتوى ولا يعني فتويين يذهب ويقول الله أنا متردد في هذا، ومن أنت حتى تتردد؟ وهل أنت رجعت كلام أهل العلم وضبطت هذا الكلام؟ قد يقول سمعت فتوى لفلان، ومسائل العلم لا تؤخذ بفتوى لشيخ واحد منفرد في مسألة ما. الذي يتكلم في العلم يقول قال فلان كذا، تحرج الشيخ فلان من كذا، طيب هاتي أدلته وهاتي أدلة جمهور أهل العلم وبماذا يعني أجابوا على كلام فلان وكيف أجاب فلان على كلامهم، ثم تمحص المسألة وتنقح ويخرج العلماء فيها بالقول الراجح الأخير. وهذا شأن العلماء الضابطين للمسألة، ليس شأن أفراد طلبة العلم، فضلا عمن يعني يشدو شيئا من العلم. أنا أقول إن هذه القضية خطيرة خصوصا في زمان الفترة، نحن في زمان فتور بل في زمان غفلة، والناس يعني يترددون في صلاة الجماعة، فنأتي ونقول لهم والله بعض الفزلكات التي قد تصد بعض الناس هذا صد عن سبيل الله. لا، نحن نفرح بهذه الليالي حيث تعقد ونسعى إليها ونستمع الذكر ونقرأ القرآن ونجتمع على الصلاة، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى ما دام على الضابط المعروف الذي يعني ذكره أهل العلم. عامة أهل السنة يعني يرون هذا، والحنابلة أوسع الناس في هذا، ومنهم من يقول يعني في بعض النوافل دون بعض، ومنهم يعني هناك تفصيلات كثيرة ليس الآن المسألة يعني محل هذه أو بحث هذه الأدلة. وأنا أرجو من إخواني الذين يعني يعنون بهذه المسائل أن يعني يسجلوا هذه الفتوى وكلام أهل العلم فيها، وأن توضع على يعني جدران المساجد وفي مجلات المساجد حتى لا يبقى حرج في هذه الأمور، وحتى لا يعني نصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى مزيد من هذه الليالي، مزيد من هذه الاجتماعات، مزيد من التدرب على طاعة الله عز وجل، والاجتماع على قراءة القرآن، والاجتماع على مجالس العلم، عسى أن ترق القلوب وتخشع، عسى أن يعني نجد ضالتنا التي تاهت منا. كان لي قلب أعيش به، ضاع مني في تقلبه، رب فردده علي فقد عيل صبري في تطلبه، وأغث ما دام بي رمق يا غياث المستغيث به. هذه يعني معاني ينبغي أن تكون منا على بينة، وأن نحرص عليها يوما بعد يوم، ويجب ألا تلهينا حتى قضايا الامتحانات والأولاد. أنا يعني أتصور لو أن يعني شابا عنده امتحانات الآن فهو أكثر المستفيدين من ليلة كهذه، لأنه ما في أحد يذاكر عامة الليل. أين هؤلاء؟ هل تصدقون أن نحن نرى من أنفسنا ونرى من غيرنا، لكن فرصة في وسط الامتحانات حتى لو كان عنده امتحان غدا
فإنه يأتي أخذ ركعتين ثم يرجع، سيختلف الأمر يعني تماما معه. فالحقيقة أنه ليس هناك أعذار، لا امتحانات أعذار ولا شغل أعذار ولا أهل أعذار، إنما البطال الذي لا يريد أن يكون مجدا في شأن دينه مع أنه أحرص ما يكون على شأن دنياه. لو قيل والله على باب المسجد توزع خمسينات جنيهات، يعني 50-50-50، لو رجدت الناس من طنطا إلى المنصورة يعني مصطفين يعني في طابور واحد، كل واحد منتظر 5 ساعات 6 ساعات حتى يأتي دوره فيأخذ الدراهم، إذ الدراهم مراهم، يعني مراهم يعالج بها كل جرح ويعني يطلب بها كل نجح. لكن والله خير من ذلك وأولى وأولى أن يعني يجد الإنسان يعني نفسه في وقوفه بين يدي ربه تعالى يستغفر ويتوب ويجدد إيمانه ويراجع دينه. عسى الله تعالى أن يغفر الزلة وأن يقيل العثرة وأن يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.